إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة، جزء مثلا، نعم وأخطأت خطأ، أو نعم وهذا السفر، يعني أنت نعم ترى نعم على نعم فكرة، ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ، أنا يعني يذهب مع، وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه، نعم نعم هو يسافر يعني سفرا طويلا تخيل حتى أنني يحفظ. كنت أذهب إلى الشيخ في ومطر نصف القرآن الأول كم يوم؟ كم يوم؟ كم يوم؟ 3 أيام. 3 أيام في الأسبوع. 3 أيام فقط. نعم. كنت أتحايل عليه، كان أول يوم، يومين فقط. تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه 3 أيام، وكان يوقفني على معاني شديدة. نعم. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط. 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 هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة. والله كان يفعلها. الله أكبر. في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا. نعم. ولكني سمعت أنك عفريت شوي. الحمد لله، ربنا ألعب علي. نعم. هو شال مني من البصر، سبحان الله، والحمد لله وعلى هذه النعمة. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي بصري. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة، فيخفف عني بعض من العذاب، وأقف بين يديه خائفا متوجلا، يسألني ماذا فعلت في القرآن، فعسى أن يخفف عني، فالله يدخل من يشاء في رحمته، ولكنه أنعم علي بالقرآن. وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي، أذهب وحدي فقط وليس معي أحد، ولكن أبي يخاف علي. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون حجتهم عند الله؟